والحمد لله، يعني الحمد لله ان النهايه كانت ايضا طيبه، كانت عندنا بدايه جيده في الدوره، ولكن كان لازم نأديو مباراه اخيره لانه كانت يتوقف عليها الترشح ديال هاد الوليدات. تنظن ان العمل ديال المجموعه والعمل خلال الاشهر السابقه، العمل ديال الاداره الوطنيه، وتنتفكر يعني واحد الشخص بالخصوص هو السي جمال فتحي اللي وضع فينا الثقه منذ اليوم الاول، وكان وراء يعني تكوين هذه النواه الاولى، والاطر ايضا اللي سهرت على عمليه التنقيب كل الاطر الوطنيه اللي كانت في الاداره الوطنيه وما بقاتش، سي زباد الدوزاكي، سي الطوسي، سي جمال الحراش وكاع الاطر. فهذا عمل ديال الجميع، وتنهديوه للناس وعائلات اللاعبين خصوصا اللي دائما مساندين لنا. يعني ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على راس كل لحظه.